Welcome our dear students of grade 3 with lesson number 18. في lesson number 18 we will talk about multiplication. ومعاكم ومعانا وسيم. ازيك يا وسيم؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ يلا بينا. ها عندنا حاجة انت بتحبها. Draw arrays to represent the following equation. Okay, using square, circle, star, smiley face and so on. تمام؟ اوكي، هيجيب لنا ايكويشن يا وسيم ويقول لنا ها درو. يلا بينا. 3 + 3 + 3 + 3. هنا عايزين نعمل اراي، يعني في روز وفي كولومز. ها هيبقى عندنا كام رو يا وسيم؟ 3. And how many items in each row؟ ها 3. 3 برضو ولا 4؟ بص كده. هنا خلي بالك احنا عملنا counting by columns. Add a 3 in the first and another 3 in the second and another 9 and 12. يبقى احنا بنتكلم على 3 6 9 and 12. خلي بالك this equation we using a addition plus repeated addition. طب ممكن نقدمها ازاي بالmultiplication؟ قلت لك المرة اللي فاتت what is the number that is repeated؟ مين اللي بيتكرر هنا؟ 3. Okay, how many times this number؟ 4 times. يبقى 3 times 4 equals 6 equals 12. مش احنا في الادشن لقيناهم 12، يبقى في المالتيبليكيشن also it must be a 12. يلا Oh, 5 × 3. 5 × 3. احنا قلنا multiply means rows by columns. تمام. طيب هنا بقى يبقى how many rows؟ 5. نستخدم ايه؟ circles. 1 2 3 4 5. 5 rows of a of 3. يبقى كل رو هيبقى فيه كام؟ 3 2 3 2 3. تمام. 2 3 2 3 2 and 3. طيب لو عملنا counting by 5 5 + 5 + 5 = يا سلام. Add escape count. 5 + 5 = 10 10 and 5 = 15. يبقى 5 × 3 = 15. تمام يا وسيم. يلا another equation. 4 × 4. 4 × 4. How many rows? 4. And how many items in each row? 4. Add 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. يلا ها count. 4 ها وكمان 4. برافو يا وسيم. وكمان 4 يبقوا 12. وكمان 4 يبقوا 16. يبقى 4 × 4 = 16. يبقى دي حاجه كمان النهارده اتعلمناها في المالتبلاي. اتعلمنا 3 × 4 = 12. وتعلمنا 3 × 5 = 15. وتعلمنا 4 × 4 = 16. اي رايك تيجي نكمل المالتيبليكيشن؟ يلا بينا يا اصدقائي، معاكم مع وسيم نكمل السيشن بتاعتنا النهارده. ليسن نمبر 18 اللي هنتكلم فيها عن مالتيبليكيشن. يلا. Represent each array as a multiplication equation. احنا قلنا ان each array we can represent it as addition operation or multiplication. يعني بص كده، شايفين الفيجر اللي عندنا ده؟ ادي عندي
1, 2, 3 rows. احنا قلنا rows going horizontally. تمام. والcolumns ادي two columns اللي هما going from up to down. لو عملنا counting by rows هلاقي 1, 2, 3 rows of 3 of 2. ادي row وفي 2 squares وهنا row وفي 2 وهنا row وفي 2. لو قلنا addition هيبقى 2 plus 2 plus 2 لو عملنا counting by rows equals 6. طب لو counting by columns ادي عندي 1 column 2 columns of 8 1 2 3 وكمان 1 2 3 يبقى 3 plus 3 equals 6. طب هو قال لي انا مش عايز الكلام ده، ممكن اجيبها هنا من الاديشن. اول ال 2 هنا اتكررت كام مره؟ 2 times 3 اتكررت 3 times. طب من هنا هقول له ال 3 repeated 2 times والاقيهم برضه 6. 1 2 3 4 5 6. انا هنا مش عايز اعمل counting، خلاص عايزين نتعلم المالتيبليكيشن. طيب يلا بص خلينا هنا الاول. تمام. طيب انا عايز اعملها ملتبلاي على طول. تعالى كده على الفيرست سكوير ده اللي انا معلم عليه ده. ده هيبقى كومن سكوير. هعده مع الروز وهعده مع الكولومز. بص كده ادي 1 2 يبقى الروز كام؟ يبقى هنا الكولومز 2 وهعده مع الروز 1 2 3 4 يبقى 4 تايمز 2. شوف سهلة جدا ازاي؟ طبعا لو ادي الروز ادي 1 2 3 4 وكل رو هاز 2 يبقى 2 2 2 يبقى 4 تايمز 2 او 2 تايمز 4. موضوع سهل جدا. تعالى على السكوير ده، ده اللي هيبقى المشترك. هعده كده مع الكولومز وهعده كده مع الروز. ادي 1 2 3 4 وهنا ادي 1 2 يبقى تمام يبقى 4 تايمز 2 او 2 تايمز 4. تمام. هنا هقول ايه؟ ها 4 تايمز 2 هنا الاصح ان هي تبقى 2 تايمز 4. تمام. انا عندي 2 روز اوف ايه؟ اوف 4. وخلي بالك ده اللي اتكلمنا عنه. هنا هلاقي ذا نمبر اوف سكويرز 8 وهنا كمان هلاقيهم 8 1 2 3 4 5 6 7 8 وهنا كمان 8 يبقى 2 times 4 أو 4 times 2 equals 8. تاني مكملين في الاكسرسايز ده. يلا represent each array as the multiplication equation. تمام. اتفقنا هنا السكوير ده اللي هو on the top on the left اللي هنا في الكورنر ده خالص ده هيبقى الكومن. هعده كده مع الكولومز وهعده كده مع الروز. يبقى هنا number 1 2 3 4 5 يبقى 5 times 1 2 3 4 5 يبقى 5 times 5. طب حد يا مستر يقول لي طب الروز، اقول تعالى بص كده ادي 1 2 3 4 5 روز 5 of a of 5 اهو ادي 1 2 3 4 5 انا عندي 5 روز وكل رو فيه 5 يبقى هنا 5 5 5 5 5. تعالى اعمل سكيب كاونت باي 5 جامب باي 5 10 15 20 25 يبقى 5 تايمز 5 ايكوالز 25. تمام تمام. يلا رايت ذا مالتيبليكيشن ايكويشن. ها ده خلاص اتفقنا الكومن يبقى 1 2 3 4 ها تايمز 1 2 3 4 يبقى 4 تايمز 4. طيب 4 تايمز 4 تعالى اعمل هنا ادي 4 وكمان 4 وكمان 4 وكمان 4 انا عندي 4 4s. طيب يلا بينا نعمل كاونت باي 4 4 8 12 16 يبقى 4 تايمز 4 16. حد يا مستر بيقول لي انت ليه ما كتبتهاش اديشن؟ احنا شغالين على المالتيبليكيشن. طب لو اديشن هتبقى 4 بلس 4 بلس 4 plus 4 equals 16. طيب يلا ها count how many. ادي الكومن يبقى 1 1 2 3 4 5 ها times ده كمان هو ده كمان برضه 1 2 3 يبقى 5 times 3. ادي عندي هنا ادي group of 5 another row of 5
وكمان row of 5 5 5 5 5 5 times 3 equals 15. ولو حد عمل لها count by columns هيبقى 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 اللي هي 3 times 5 وهي كمان equals 15. يلا بينا. ها يلا ادي الكومون سكوير يبقى 1 2 وهنا 1 2 3 4 5 يبقى 5 times 2 ادي عندي 1 2 3 4 5 rows of 2 ها يبقى هعمل سكيب كاونت باي 2 انا عندي 5 2 اهو 2 4 6 8 10 يبقى 5 times 2 equals 10 او 2 times 5 باثنين واحد. من شوية قلنا 2 times 4 او 4 times 2 equals 8 تمام. يلا ها ادي الكومن سكوير 1 2 3 4 5 وادي 1 2 ها يبقى 2 times 5 2 times 5 يبقى هنا 5 and 5 انا عندي 2 rows في ادي رو وكمان رو وكل رو في 5 squares يبقى 2 times 5 5 plus 5 10. حد خد باله من حاجة؟ ها 5 times 2 equals 10 2 times 5 equals 10 ده اللي قلنا هنتكلم عنه ال commutative probability هنتكلم عنه في ال session الجاية او multiply in any order. لو قلت 5 times 2 هي هيها 2 times 4 2 times 5 there is no difference. يلا بينا. ها ها ادي 1 ها 1 2 تمام. طب وهنا برضو 1 2 times 1 equals 2 انا عندي بس اهم 2 squares. طيب هنا بنتكلم على حاجه مهمه جدا هتبان معانا في السيشن الجايه multiply by 1 any number multiply by 1 equals the same number. يعني 3 multiply 1 3 4 times 1 equals 4 7 times 1 equals 7 ده ان شاء الله هنتعلمه في السيشنز الجايه لما نتكلم بشكل اكبر على المالتيبليكيشن. دي كانت السيشن بتاعتنا النهارده lesson number 18 واللي اتكلمنا فيها على مالتيبليكيشن. خلوكم معانا في السيشن الجايه تابعوا كل حلقاتنا ماث اوف جريد 3 with مستر هشام النجدي على قناتنا الجميله قناه مسكوله او قناه مسكوله اون. ما تنسوش كمان تعملوا لايك وشير للسيشن دي علشان توصل لكل اصدقائنا وكمان نعمل سبسكرايب للفيديو بتاعتنا لسكولا او لسكولا كيدز علشان توصلكم كل فيديوهاتنا. هنجيلكم ان شاء الله في السيشن الجايه اللي هنتكلم فيها على multiply in any order او الكوميوتاتيف بروبرتي. استنونا. باي باي.